بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وذكرنا ما نسينا، ووفقنا يا رب لما تحبه وترضاه في الدنيا والآخرة، وأعنا على ما أقمتنا فيه، ويسر لنا ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، وما بكم من نعمة فمن الله. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وما زلنا في تكملة الفصل الذي جعله في الحجر، وتكلمنا في الجلسات السابقة على أنواع المحجور عليهم، وأنواع المحجور عليهم ذكر منهم السفيه والمفلس، وذكر منهم الصبي والمجنون، وذكر منهم المريض، وذكر منهم العبد الذي لم يؤذن له في التجارة. وأنواع المحجور عليهم كثيرة، ولكن اكتفى المصنف بهذا. ثم اليوم نتكلم على تصرف المحجور عليهم، تصرفهم. قلنا الحجر هو منعهم من التصرف، طب افرض تصرف، ما حكم تصرفه؟ هو ده الموضوع النهارده. فيقول في الهامش: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه، وتصرف المفلس يصح في ذمته، يعني في حاجة متعلقة بذمته لكن مش في المال اللي تحت إيده الآن. فلو باع سلما طعاما أو غيره، طعاما أو غيره، أو اشترى كلا منهما، يعني طعاما أو غيره، بثمن في ذمته صح، دون تصرفه في أعيان ماله اللي هو تحت إيده، لأنه المفلس حجر عليه التصرف في ماله اللي في إيده، لحق مين؟ الدائنين، لحق الغرماء. لكن لا نمنعه من التصرف فيما في ذمته، يعني ممكن يقول لك إيه، لك في ذمتي كذا وأعطيني هذا المال، تقوم تديله على ذمته بقى، أو إنك أنت تديله مال مقدم وتقول له اشتري لي به إيه حاجة صفتها كذا وكذا، يسموه سلم، سلم لك المال على أن تحضر له سلعة موصوفة في الذمة، ده يسمى سلم، يجوز هذا التصرف، يجوز. لكن يتصرف في ماله اللي تحت إيده الآن ممنوع، بخلاف دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح، ممكن يطلق، ممكن يخلع، أو وممكن يتزوج،
كل ده المفلس ممكن، ويبقى المهر في ذمته، ده جائز، لان انت منعه من التصرف في اعيان مالي، مش منعه في التصرف في الامور الاخرى. اما المرأة المفلسة فان اختلعت على عين لم يصح. لو المرأة بقى المفلسة بتختلع من زوجها على انها تديله مال والمال ده تحت ايدها، ما يصحش، لان هي ممنوعة من التصرف في مالها، مفلسة. لكن لو في ذمتها ممكن، لو في ذمتها ممكن، لكن من مالها لا. او دين في ذمتها صح، صح، يبقى الدين في ذمتها صح. انما لو اختلعت على عين، على عين يعني شيء متعين من مالها اللي في ايدها، على عين يعني ايه؟ على شيء متعين في تصرفها تحت ملكها، يعني طلبت الخلع من زوجها. المرأة اللي بتطلب الخلع من زوجها بتطلب، هو طلاق على مقابل، هو الخلع ده عبارة عن طلاق على مقابل. المرأة تقول لزوجها طلقني ودي لك كذا، الكذا ده قد يكون مال في يدها الآن، فإن كانت مفلسة بحكم القاضي ممنوع أنها تتصرف فيه. طب افرض في ذمتها، يصح؟ واضح؟ وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورث. احنا قلنا ان المريض مرض مخوف لا يصح تصرفه الا في حدود ثلث ماله، والثلثين نمنعه من التصرف فيهم لايه؟ لصالح الورثه. فان تصرف فيما زاد عن الثلثين، عن الثلث، يبقى متوقف الزياده على اجازه الورثه. الورثه موافقين خلاص، مش موافقين يبقى لا يتصرف الا في حدود الثلث. فان اجازوا الزائد على الثلث صح، اجازوا اللي هم الورثه، وإلا فلا، وإلا لم يجيزوا فلا يصح. وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران. في حال مرضه ما لهمش يتدخلوا، لكن بعد ما يموت يقول، يرفعوا قضية عند القاضي ويقولوا إنه تصرف في حال مرضه في حاجة زادت عن الثلث، يجي القاضي يرد لهم ما زاد على الثلث. لكن في حال المرض لا، لأن حال المرض ممكن يخف منه. احنا ما بنعرفش ان المرض ده مخوف الا لو عقبه الموت، واحنا ما بنعرفش هيعاقبه الموت ولا لا. فان عقبه الموت ليهم ان هم يروحوا للقاضي ويثبتوا ان تصرف في اكثر من ثلث ماله في حال هذا المرض الذي اودى بحياته، يقوم القاضي يرد لهم ما زاد على الثلث وينفذ تصرفات الميت فيما كان في حدود الثلث. واضح؟ يبقى ما يعتبرش ردهم او انكارهم لتصرف المريض في حال مرضه، لا، ده بعد وفاته، وانما يعتبر ذلك من بعده، اي من بعد موت المريض. واذا اجاز الوارث، افرض الوارث اجاز، فاكر ان ابوه مش سايب فلوس، يقول لك يعني ايه الحكايه؟ مش هي 100,000 جنيه؟ ايه يعني 100,000 جنيه؟ ابويا هيتصرف فيهم زي ما هو عايز، انا مش عايز. هو بقى راجل غني، فرقش معاه، فوجئ ان هي 100 مليون. لا لا، ده شغلانه بقى، يوم يرجع في كلامه. فهمت بقى ازاي؟ واذا اجاز الوارث ثم قال انما اجزت لظني ان المال قليل وقد بنى خلافه، صدق بيمينه، يروح يحلف عند القاضي بقى، والله العظيم كنت لا اعلم ان ابي ترك مالا كثيرا، كنت اظن انه ترك مالا قليلا، فلما بنى انه كثير يبقى ايه؟ يبقى رجعت في كلام. يقوم القاضي يرجع في كلام الميت اللي تصرف في اكثر من الثلث. ليه؟ لان الوارث بعدما اجاز رجع في كلام. واضح؟ وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجاره يكون في ذمته، معنى كونه في ذمته انه يتبع به بعد عتقه اذا عتق. احنا قايلين ان العبد لو تاجر بإذن سيده فتصرفه يمشي كويس، لو بغير إذن سيده ما يتصرف. طب افرض تصرف بغير إذن سيده ثم أعتق، يتبع عليه بقى بعتق. فهمت ازاي؟ يتبع به بعد عتقه إذا عتق، وإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن. كده يبقى خلصنا تقريبا ايه الحجر. هنقرا شرح الشيخ البيجوري في الكلام السابق.
بيقول ايه؟ قول وتصرف الصبي، هذا تفصيل لاحكام المحجور عليهم بعد بيانهم انفسهم. هو بين انفسهم يعني ذواتهم، قال لك نحجر على المريض، نحجر على العبد غير المأذون له في التصرف، نحجر على السفيه، نحجر على الصبي، نحجر على المجنون، ده بينهم في انفسهم. هو بقى بيتكلم هنا بقى بيبين تصرفهم، احكام تصرفاتهم. وقول غير صحيح اي التصرف من كل منهم الصبي، لانه مسلوب العباره والولايه. ليه بنمنع الصبي من التصرف؟ لانه عبارته ملهاش اثر وولايته ملهاش اثر. يعني لو تولى حاجه معينه، مسك ولايه حكم مثلا، ولايه دوله، لازم ده قاصر، ما ينفعش. زي الملك فاروق اول ما تولى الحكم في مصر كان صغيرا، فكان في ناس مسؤوله عن الحكم لحد ما يكبر، لان ولايه الصبي لا تصح. وكذلك الصبي مسلوب العباره، فلو قال له بعتك هذا البيت والبيت ده ملكه، ما ينفعش، لا تصح هذه الصيغه كعقد بيع، لانه مسلوب العباره. واضح؟ اما الصبي فلانه مسلوب العباره والولايه. العباره مسلوبه في الصبي الا في العباده، فعبادة الصبي المميز صحيحة، لكن في العقود لا، بخلاف المجنون مسلوب العبارة مطلقا، ولا عبادته تصح كمان. يبقى في فرق بين الصبي والمجنون، الاثنين محجور عليه، لكن الصبي تصرفاته في الأموال وفي العقود وفي الولايات لا تصح، لكن في العبادات تصح، وايضا في الهدايا تصح. انا اديت لابني هديه وقلت له وصلها لجارنا فلان، ياخدها يخبط عليه يقول له بابا بيقول لك خد دي هديه، ياخدها هديه، مش يقول له لا انت مسلوب العباره، ايه اللي يثبت لي؟ فهمتني ازاي؟ انا بعت يسلم هديه. او مثلا عبارته في الاذن بالدخول، بيخبط عليا، فقلت لابني الصبي الصغير روح يا ابني افتح الباب، لو لقيت فلان اذن له. فراح لقى هذا الفلان فقال له ادخل، يقوم يسمع الكلام، مش يقول له انت مسلوب العباره مش هدخل، هات لي واحد كبير، ما ينفع. فهمت بقى؟ فيبقى مش مسلوب العباره مطلقا، مسلوب العباره في احوال زي العقود، لكن مش غير مسلوب العباره في الاذن وغيره والهديه وغير كده، فهمت؟ لكن المجنون مسلوب العباره مطلقا، المجنون فتح لك الباب وقال لك ادخل، ما تدخلش، لانه مش مميز، يمكن تدخل تلاقي واحد بيغير هدومه مش مستعد يقابل حد، فهمت؟ يبقى في فرق بين الصبي المميز والمجنون، الاثنين محجور عليهم، لكن واحد مسلوب العباره مطلقا والتاني مسلوب العباره في العقود بس والولايات بس. واضح؟ فدي نقطه تاخد بالك منها. أما الصبي فلأنه مسلوب العبارة والولاية، فلا تصح عقوده ولا إسلامه، ولا إسلامه، لأن الإسلام ده عقد، عقد بينك وبين ربك، إنك أنت خدت هذا الدين وقبلته ورضيت بالله ربا والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وينبني على هذا العقد إنك تلتزم بإيه؟ بالتكاليف الشرعية، وإنك أنت لو سرقت تتقطع إيدك، ولو مش عارف عملت إيه تبقى دي عقود، ده عقد كبير، فاهم؟ فعلشان كده ما يصحش اسلام الصبي. لا يصح اسلام الصبي؟ لا يصح. وبناء عليه لو كفر الصبي مفيش حكم رد عليه اصلا. احنا اسلامه ده بنحطه تحت التمرين لحد ما يكبر ويميز ويبلغ، هنا بقى صح اسلام. واضح؟ مش معنى كده غير مقبول الاسلام. خد بالك، ممكن يكون مقبول الاسلام، عبادته صحيحه، يثاب عليه. فهمت ازاي؟ يبقى هنا لا يصح اسلامه، يعني لو خالفه لا يحكم عليه بالرده. مش لا يقبل، في فرق بين لا يصح ولا يقبل. واضح الكلام؟ دقيق عشان تاخد بالك. لا يصح اسلامه لكن يقبل اسلامه. مش يجي صبي يقول لك انا عايز اسلم، يقول لك استنى اما تكبر، ما ينفعش دلوقتي. غلط، سيبه يسلم ويتعلمه ويصلي وكل حاجه،
لكن لما يكبر تمنعه عن اهله الكفار، لما يكبر تمنعه عن اهله الكفار لحسن يفتنوه ويقولوا له ارجع لدينك لحد ما تطمئن انه هو اختاره فعلا بايه؟ بارادته، بعد ما صار مميزا مكلفا يبقى خلاص بقى مسلم. واضح الكلام؟ طيب افرض رجع في كلامه، رجعوا لاهله، لكن ما فيش حاجه اسمها حكم رده، ما قبضش بقى عليه، رجعوا لاهله خلاص ما ليش دعوه بيه. قال لك لا يا عم انا عايز ارجع لبابا، وبابا بتاعه ده يهودي لانه راجل مليونير وعرف انه لو اسلم مش هيورثه لانه لا تتوارث دينان. فهو لما عرف الحكايه دي قال طب والاموال بتاع ابويا دي كلها مين هياخدها؟ لا يا عم انا مش عايز اسلم. في ناس بتحصل لها كده، يبقى عايز يسلم، ولما يعرف ان الاسلام يحول بينه وبين ارث ابيه المختلف معه في الدين يقول لك لا انا اختار الدنيا احسن. واضح الكلام؟ يعني معناه لو تركته على الفطره هيطلع مسلم بدون اي تاثير خارجي. هنا في تاثيرات خارجيه، تاثير الاهل والبيئه، واخد بالك؟ كل الحاجات دي ليها تأثيرات خارجية، لكن لو تركته على فطرتي دون أي تأثير وعرضت عليه كل الأمور كل الديانات هتلاقي أقرب دين لفطرته هو الإسلام لو تركته بلا مؤثرات. واضح؟ إذا كان المسلم يتخذ الغير الكافر ولد له كفر عليه يتبنى، يعني الغير الكافر يتبنى، التبني حرام أصلا، التبني حرام اصلا، فلا يتبنى الكافر مسلم، لانه المسلم اصلا لا يتبنى، لا يجوز له ان يتبنى، فالكافر كذلك. احنا في بلاد المسلمين عندنا في الحكم في القانون الوضعي المصري يجيز التبني بس بشرط ان يكون مسلم، المتبني يبقى مسلم، بالرغم ان في مصر في مسيحيين ما ينفعش يروح يتبنى المسيحي، واخد بالك؟ القانون المصري كده، لازم يشترط يبقى مسلم. والتبني حرام، يقول لك حرام بس حجيزه للمسلم. في المسلم بقى يتصرف. لكن هو التبني اصلا حرام قاعدة. واضح؟ تمام. يعني اللي يربي ولا كافر المسلم يربي طفل كافر؟ هو هيعلمه الاسلام. هيعلمه الاسلام ولما يكبر يخيره. لما يكبر بقى ويبقى وصل للبلوغ يخيره. هو لما يتعلم الاسلام من صغره كده يطلع حلو، تلاقي نفسه لما يوصل للبلوغ يقول ذاق حلاوه العباده وتعلم امور الدين لوحده يطلع بقيت مسلم. فهمتني ازاي بس؟ فهنا بيقول ايه؟ فلا تصح عقوده، ده للصبي، ولا اسلامه ولو مميز، ولو مميزا، لكن يجنب اهله مخافة ان يفتنوه طمعا في ثبوته بعد بلوغه على الاسلام. يبقى لو جالنا صبي من الكنيسة هرب وقال انا عايز اسلم، صبي صغير، ناخده نربيه مع اطفال المسلمين كويس، ونعلمه الاسلام ونعلمه كل حاجة ونمنعه من اهله لحسن يفتنوه. واضح؟ لحد ما يصل لدرجة البلوغ، وبعدين نشوف هيستمر يثبت ولا عايز يرجع. لو يثبت خير وبركة، لو مش عايز، لو عايز يرجع مع السلامة روح لأهلك. واضح؟ لا إكراه في الدين، مش نذبحه. لو العيال السلفية تذبحه لأنه مش فاهمين أحكام الشرع، لا إحنا ما نذبحه، يرجع لأهله. يبقى لكن يجنب أهله يجنب أهله مخافة أن يفتنوه طمعا في ثبوته بعد بلوغه على الإسلام. فإن بلغ ونطق بالكفر هدد، نهدده نقول له كده ممكن تروح النار، كده حرام عليك، كده هتخسر الدنيا والدين. ادي معنى هدد، مش نهدده يعني ايه نكرهه على الدين، لا، يعني نبين له ايه عاقبة اختياره الكفر، ده عاقبة وخيمة دي تودي في داهية. فإن أصر نعمل ايه؟ رد إلى أهله، ولا يرد على هذا الاعتراض اسلام سيدنا علي رضي الله عنه لانه اسلم صبي صغير.
ولا يرد إسلام سيدنا علي رضي الله عنه، لأنه كان الحكم إذ ذاك منوطا بالتمييز. في الأول، في أول الإسلام كان منوط بالتمييز، ربما يبقى الحكم كده، أو أنه خصوصية له، إن ده خصوصية لسيدنا علي قبل إسلام وصبي دون غير احتمال، ولم يسجد لصنم قط، ولذلك يقال فيه كرم الله وجهه. كويس. ولا يكون قاضيا ولا واليا، ما ينفعش يبقى الصبي قاضي ولا يبقى والي. ولا يلي نكاحا، وما ينفعش يبقى يلي نكاح يبقى ولي نكاح لامرأة. افرض اخته هتتجوز وابوه ميت وهو صبي، ما ينفعش يبقى هو وليها، يبقى وليها عمها الراجل الكبير او ابن عمها الكبير، لكن ما يبقاش اخوها الصغير، لانه ما ينفعش يبقى ولي في النكاح. طب ممكن يتجوز، مع ان الصبي ممكن يتجوز، لكن لا يلي نكاحه بنفسه. الشرع يجيز ان الصبي يتزوج، القانون الوضعي جعل سن للزواج للتنظيم فقط وعشان تقل نسب الطلاق، فده نظام يعني ايه وضعي متعلق بمصلحة ما يراه الحاكم مصلحة، والحاكم له أن يحدد المباح، يقيد المباح. الشرع يجيز للحاكم أن يقيد المباح، يعمل حظر على بعض الأشياء المباحة، يقول لك ما تعملهاش. الشرع يقول له يجوز الصبي يتجوز، يجي الحاكم يقول والله أنا شايف أن زواج الصبي ينبني عليه مشاكل كثيرة، أنا مش عايز الصبيان تتجوز، أنا عايز يبقى سن الزواج 18 سنة. يجوز له شرعا، ويبقى لازم نلتزم امره، مش نقول بقى خلاص ما هو الشرع بيجيز نقوم نعملها من وراه، ما ينفعش. الشرع يجيز ان الطفله تبقى بترضع وتجوزها لطفل ثاني بيرضع، ويبقوا بيرضعوا كده ومتجوزين، بحيث لو مات الطفل ده دي تورثه، ودي لو ماتت ده يورثها، وينبني عليه احكام. الشرع يجيز هذا، لأن لا يشترط إنه عشان تزوجها إنه يطأها ويجامعها، غير صالحة للجماع وهو نفسه لا يعرف، لكن تفضل مراته لحد ما يكبروا كده ويبقوا صالحين، يبقى يستمتع بها زوجته. واضح؟ لكنها مراته من صغره. الشرع يجيز هذا، الحكم الوضعي الآن قيده بسن معين. فإذا رجعنا قبل التقييد بالسن المعين، فيجوز للصبي أن يتزوج، لكن لا بلفظه، لكن بلفظ وليه. لأنه لا عبرة بلفظ، هيقعد معها في الحضانة يقول لها يعني زوجيني نفسك، وهي تاخد لحسة من المصاصة تقول له قبلت، ما ينفعش. دول عيال ما يفهموش حاجة، فاهم؟ وبعد شوية تقول له اديني شيبسياية، الثانية تقول له لا، يقول لها أنت طالق، وبعد كده يتطلقوا علشان عينيه بيلعبوا. ما ينفعش، لأن كلامهم غير مسلوب العبارة، العبارة ما ينبنيش عليها، قاعدين يعكوا مع بعض، يعكوا ولا كلامهم ده كل ده مش محسوب. واضح؟ مش النقطة هنا الحاكم محسوب بيه، يعني لو وزير التجارة مثلا قيد، ما هو الحاكم هو الذي يحكم المسلمين في أمر معين. يبقى يجي مثلا الحاكم في المساجد مين؟ وزير الأوقاف. الحاكم في الجيش مين؟ قائد الجيش. الحاكم مثلا في القضاء مين؟ وزير العدل. ادي الحاكم، فهمت؟ كل مصلحه ليها الحاكم بتاعها، وبعدين في الاخر في حاكم عام مهيمن على هؤلاء كلهم عشان ينفذ سياسه عامه لمصلحه الشعب كله. وعشان كده قوانين الاسكان يقول لك الشارع ده ما تزودش عن 4 ادوار، تقول له حاضر، ما ينفعش تخالف، والا هيبقى فوضى وتؤثر على جيرانك وتؤثر على سيولة المرور وتعمل مشاكل، ما ينفعش. تقول ما هو مباح، ما هو ده ملكي، وانا لا، ما انت ملكك حر فيه ما لم تؤدي الى ضرر عام يضر الناس. واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ ولا يكون قاضيا ولا واليا ولا يلي نكاحا، ده بالنسبة للصبي، ولا غير ذلك. نعم تصح عبادة المميز، يبقى هنا مش مسلوب العبارة مطلقا اهو، يبقى عبارة في العبادة معتبرة. نعم تصح عبادة المميز والإذن في دخول الدار،
انه ياذن لدخول الدار، يقول لك بابا بيقول لك ادخل، حاضر تدخل. وايصال هديه من مامون لم يجرب عليه الكذب. والبنت من دول تبقى عيله صغيره كده، تاخد فرخه من الثلاجه تديها لجارتها الست الكبيره، تقول لها ماما بتبعت لك الفرخه دي بتقول لك كل سنه وانت طيبه، الثانيه تاخدها وتطبخها وتاكلها يا وجوز عادي، فهمت؟ تصدقها على طول. وايصال هديه من مامون لم يجرب عليه الكذب، وشملت الهديه نفسه، حتى ممكن يهدي نفسه. طبعا الصوره دي مش موجوده دلوقتي، لان كان زمان في جواري ورقيق وعباء وكده. كما لو قالت جاريه يعني اما لشخص سيدي اهداني اليك، فيجوز له التصرف فيها، يعني ياخدها يبيعها كويس، ووطئها يعني يستمتع بها بعد استبرائها بحيضه. لازم الاول يستبرئ رحمها بحيضه واستبراء الأمة بحيضه واحده. واما المجنون، المجنون اللي هو ايه برضو من ضمن المحجور عليهم، فمسلوب العباره والولايه مطلقا، يعني حتى عبادته لا تصح، حتى الهديه منه لا تصح، حتى الاذن بدخول الدار لا يصح، كلامه كانه لا شيء. مسلوب العباره ايه؟ مطلقا. يبقى في فرق بين الصبي والمجنون. فلا فرق بين العباده وغيرها، وبين ولايه النكاح وغيرها. نعم يصح تملك كل من الصبي والمجنون بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. الصبي خرج واصطاد ومسك الغزاله في ايده وراح السوق، ملكه ملكه، ممكن يبيعها بس باذن وليه، لكنها ملكه بالاصطياد. راح احتطب يعني جمع حطب وحزمه يتملكه ويبقى ملكه، خلاص. وكذلك المجنون، ويضمن كل منهما ما اتلفه على غيره. وهو بيصطاد ولا بيعمل حاجه، كسر حاجه لغيره، يضمن تمن، واخد بالك؟ وينفذ من المجنون الاستيلاد، ويثبت النسب بزناه السوري. يعني المجنون ممكن يبقى عنده أمة ملكه ويطأها فتولد وتبقى أم ولد ويثبت له النسب، واضح؟ ويثبت النسب بزناه الصوري، يعني لو زنى زنا، الزنا بتاعه في صورة زنا، لكن هو مش مكلف، ده عامل زي الحيوان البهيمة. هو أنت لما تلاقي بهيمة بتطأ بهيمة تقول عليها زانية؟ ده بهيمة، المجنون ده بهيمة، فهمت ازاي؟ فيبقى زناه صوري بس، صورته زنا لكن هو مش زاني لانه مجنون، واضح؟ ويثبت التحريم بارضاع المجنونة صغيرا دون الحولين. افرض واحدة مجنونة رضعت طفلة صغيرة اقل من سنتين، بقت امه، تثبت ايه؟ التحريم بالرضاع. واما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي فقط، خد بالك بقى، استفيه غيرهم، استفيه غير في تصرفاته، غير المجنون وغير الصبي. يبقى الصبي مسلوب العبارة نسبيا والولاية مطلقا، المجنون مسلوب العبارة مطلقا والولاية مطلقا. طب واستفيه مسلوب العبارة في التصرف المالي فقط، لكن عبادته صحيحة وزواجه صحيح وطلاقه صحيح وإقراره صحيح، واضح؟ وأما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع وشراء، ولو بإذن الولي، إلا عقد النكاح منه بإذن وليه فيصح كما ذكره الشارح، وتصح عبادته بدنية كانت أو مالية. واجبة العبادة المالية الواجبة، لكن لا يدفع الملك الزكاة بلا إذن من وليه. يعني السفيه ده عنده أموال كتير، وليه حاجر عليه عشان ما يتصرفش في ماله بطريقة خطأ، فيصح بإذن وليه يخرج زكاة ماله الواجبة، لكن ما لا يصح إنه يتصدق، واضح؟ لأن الصدقة مندوبة، نمنعه من المندوب، ما نمنعوش
من الواجب، لكن الواجب يعمله بإذن وليه، هو اللي يعد له مال الزكاة ويحسبها له، وهو اللي يحدد له مصاريفها كمان. واضح؟ لكن لا يدفع المال كالزكاة بلا إذن من ولي ولا تعيين المدفوع إليه، لأنه تصرف مالي. أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه. واضح الكلام؟ ولا يصح إقراره بموجب عقوبة كحد وقود، ولا يصح إقراره اللي هو السفيه بموجب عقوبة كحد وقود، يقول لك أنا اللي سرقت، أنا اللي كسرت البتاعة دي، أنا اللي عملت عند القاضي، وهو سفيه، يبقى لا يصح إقرار. واضح؟ وقول المحشي وإقرار كل بموجب عقوبة سبط قلم لعدم صحة إقرار كل من الصبي والمجنون بذلك، بل ذاك خاص بالسفيه ويصح طلاقه ورجعته وخلعه. ويصح طلاقه ورجعته وخلعه ولو بدون مهر المثل، وظهاره وإيلاؤه ولعانه، فإن كان مطلاقا، افرض بقى كل شوية ولي يجوزه ويروح بيطلق، يجوزه ويروح بيطلق، سرية بجارية إن احتاج للوطن، نقوم نجيب له جارية يجوز إن هو إيه يستمتع بها وخلاص ما تبقاش زوجة، فإن كرهها أبدلت كما في شرح الروض. قوله فلا يصح تفريع على كلام المصنف، وقول منهم أي من الثلاثة التي هي الصبي والمجنون والسفيه بيع ولا شراء ولا غيرها، أي كالشركة والقراض ونحوها. وأما السفيه إلى آخره، بيقولوا أما السفيه فيصح نكاحه بإذن ولي. كان الأولى أن يقول لكن السفيه إلى آخره، فيكون استدراكا على ما قبله بالنسبة للسفيه، لأن أما لا بد لها من مقابل، ولا مقابل لها هنا إلا أن يقدر كأن يقال أما الصبي والمجنون فلا يصح نكاحهما، وأما السفيه إلى آخره. وقوله فيصح نكاحه بإذن وليه، أما بغير إذن وليه فلا يصح، يعني السفيه يمكن من الزواج بإذن وليه بعبارته، لكن الصبي يتزوج لكن بعبارة مين؟ ولي. واضح؟ وتصرف المفلس أي المحجور عليه، هنيجي بقى للمفلس، يبقى احنا خلصنا الصبي والمجنون والسفيه، نيجي نتكلم على المفلس، تصرفات المفلس. وتصرف المفلس أي المحجور عليه بالفلس بخلاف غير المحجور عليه، لو مفلس ومش محجور عليه بحكم القاضي كل تصرفاته تنفذ، ما هو مش محجور عليه بحكم القاضي. واضح؟ لكن المفلس اللي محجور عليه بحكم القاضي هو ده اللي تصرفاته لا تنفذ في اعيان ماله، لكن تنفذ في ذمته بس. طب مش محجور عليه بحكم القاضي زينا، يتصرف زي ما عايز. واضح؟ وتصرف المفلس اي المحجور عليه بالفلس بخلاف غير المحجور عليه فإنه يصح تصرفه مطلقا، وإن زادت الديون على ماله مع الحول مع الحلول والمطالبة والامتناع من الأداء، خلافا لمن وهم فيه. يعني يصح تصرف المفلس مطلقا الذي لم يحجر عليه في أمواله، حتى ولو كانت ديونه تستغرق كل مال، حتى ولو كانت ديونه حلت، يعني جاء معاد سددها، هذه الحلول يعني جاء وقت سددها وطالبوا بها الغارمين وبيطالبوا بيها وهو ممتنع عن ادائها، يصح تصرفه تلاقيه مش محجور عليه بحكم القاضي. واضح؟ انما المحجور عليه بقى يصح تصرفه في ذمته، لكن لا يصح تصرفه في اعيان ماله، ده المحجور عليه. واضح؟ يصح في ذمته أي فيما يلتزمه في ذمته، إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك، هم الغرماء اللي عايزين أموالهم مني وأنا مش قادر أديها لهم لأني ما عنديش سيولة، هم مالهم ومال ذمتنا؟ افرض واحد بيقول لي خد العشر تلاف جنيه دي وأكل بيها 20 طن قمح،
مواصفاته كذا، ده اسمه سلم، وتجيبهم لي في خلال اسبوع. هم يمنعوني ليه ان انا اخد ال 10,000 جنيه دي والتزم في ذمتي ان انا اجيب له مقابلهم القمح؟ ما يمنعونيش، لان دي حاجه انا بلتزمها في ذمتي. فهم انت مش حاجر عليا في ذمتي، انت حاجر عليا في اللي تحت ايدي دلوقتي. فهم؟ قوله فلو باع الى اخره تفريع على كلام المتن، وقوله سلما ليس بقيد، فمثلهما لو باع شيئا في ذمتي لا بلفظ السلم، فكان الاولى حذف قوله سلما، لكن تقدم ان طريقه الشارح انه يكون سلما ولو بلفظ البيع، والراجح خلافه. وصورة السلم أن يقول شخص للمفلس أسلمت إليك كذا في أردب قمح، يقول له اديتك مثلا 500 جنيه في أردب قمح ماركة كذا الصنف الفلان، هاتهولي بعد يومين. خلاص يجوز في أردب قمح في ذمتك صفته كذا وكذا فيقبل، وهذا مثال للطعام. أو يقول له أسلمت إليك كذا في عبد أو نحو صفة كذا وكذا، يقول له اديتك 50,000 جنيه عشان تجيب لي عربية ماركة هيونداي موديل كذا تكون لونها كذا. ممكن، فهمت ازاي؟ لأن دي في ذمته بيع سلم، وهنخلي بقى للعبد قطع عربية عشان الوقت ما بقاش فيه عبيد. وهذا مثال لغيره، يعني لغير الطعام. وقوله أو اشترى كلا منهما، أي من الطعام وغيره، كأن يقول اشتريت منك أردب قمح أو عبدا بكذا في ذمتي. يعني ممكن يشتري ويدفع بالآجل وهو مفلس محجور عليه، لأن الآجل ده في ذمته. يقول له إيه، ما تبع لي العربية بتاعتك دي أشتريها ب60,000 جنيه. تقول له أنا موافق، يقول لك بس على فكرة 60,000 جنيه دي حديها لك بس بعد 6 أشهر. تقول له موافق، يصح البيع على هذه الصورة. واضح؟ لأن البيع هنا في ذمته. ما ادكش حاجة من ماله وادالك ثمنه، لأن ماله اللي في إيده دلوقتي ده محجور عليه، لكن ذمته مش محجور عليه. واضح؟ وقوله صح وكذا لو اقترض او استاجر باجره في ذمته صح. كل دي اقترض، يعني قال للواحد صاحبه سلفني 100,000 جنيه بس انا مزنوق هردهم لك بعد سنتين، يصح القرض. كويس؟ طيب، او اجره، استاجر شقه واتفق مع المالك قال له هدي لك كل 6 شهور 6,000 جنيه، مش هدي لك الاجره شهر بشهر، الايجار بالشهر ب 1000 بس هديه لك كل 6 شهور هديك 6,000 في ذمته. يمشي كل ده؟ يمشي. واضح؟ ويثبت المبيع والثمن وبدل القرض والاجره في ذمته، كل ده يثبت. لكن عين ماله اللي في ايده ده ما يتصرفش منه، لكن يبقى الثمن ده يدفعه في ذمته بعدين. واضح؟ بس قول دون تصرفي في اعيان ماله فلا يصح. اعيان مالي يعني ماله المتعين اللي تحت ايده الان، ده اللي ما يتصرفش فيه. عربيته اللي راكبها الوقت دي ما ينفعش يبيعها، شقته التمليك اللي ساكن فيها دي ما يقدرش يبيعها لحد ما يسدد للغرماء دول، لكن ممكن يشتري شقة تانية بالتقسيط جديدة. ممكن، لان التقسيط ده في ذمته. واضح؟ اي ان كان مفوتا لشيء من اعيان مالي في الحياة بالانشاء ابتداء. خد بالك القيود دي، اي ان كان مفوتا لشيء من اعيان مالي، يعني تصرف عن ماله لا يصح ان كان مفوتا لشيء من اعيان ماله في الحياة بالانشاء ابتداء. لازم كل قيد بيشيل حاجات. يعني هيقول لك ايه مثلا، كأن باع عينا من اعيان ماله او اشترى بها او اعتق او اجر او وقف لتعلق حق الغرماء. يعني ما ينفعش يبيع حاجة من اعيان مال، او يشتري ويدفع كاش من اعيان مال، او اعتق او يعتق عبد تحت ايده، وهو لان العبد ده ليه قيمة مالية ما يقدرش.
او اجر او ياجر، واخد بالك، حاجه تحت ايده وياجرها في حته معينه، ما ينفعش، لازم بموافقه الغرماء، لان الحاجه اللي هتاجرها دي ما يمكن احنا محتاجين مالنا بيعها يا اخي ودينا فلوس، فتقعد تاجر وتسيبنا احنا. واضح؟ عندي عماره اجرها ليه وانا مديون بمليون جنيه للناس؟ طب ما تبيعها يا اخي ودينا فلوس، تقعد تاجرها واحنا قاعدين نتفرج عليك واخد فلوسنا؟ يا ما ينفعش ايجار. واضح؟ او وقف، او قال انا هخلي العماره دي وقف لتحفيظ القران الكريم، نقول له تلهي، سدد للناس دي فلوسها الاول، تقول لي تحفيظ قران واكل فلوس الناس؟ عنده حته ارض يقول لك انا هبنيها مسجد، مسجد ايه يا استاذ؟ سدد ديون الناس الاول. واضح الكلام؟ يا ما ينفعش يوقفها كمان. لتعلق ايه اللي منعه من التصرف؟ لتعلق حق الغرماء الدائنين، بقى لهم حق في المال اللي في ايده ده، خلصهم وتصرف. واضح؟ لتعلق حق الغرماء بجميع عيان مالي كالمرهون، زي بالظبط المرهون، ما تقدرش انت تبيع الرهن وهو في ايد الايه؟ المرتهن، الا لما تديله الثمن. انا رهنت عندك مثلا قطعه ارض قيمتها مليون جنيه مقابل ان انا شاري منك ثلاث شقق، لحين ما اجيب لك ثمن الشقق دي تشيل ايدك انت من على الارض دي. فهمتني ازاي؟ ما ينفعش بقى انا اروح انا ابيع الارض اللي تحت ايدك دي قبل ما اديك انا المليون جنيه ولا الاثنين مليون جنيه فلوسك، يبقى انا محجور عليا في المرهون. كذلك المفلس مرهون، محجور عليه في اعيان ماله، زي بالظبط الايه؟ الرهن اللي في ايد المرتهن. واضح؟ ولانه حجر علي بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة، أي مخالفة ومعاندة، يعني قهرا، طالما بحكم الحاكم يبقى تصرفه لا يصح قهرا غصب عنه، مش باختياره هو، لأن ده حكم حاكم. واضح؟ ومعاندة مقصود الحجر كالسفيه، يعني ما يقدرش يعاند مقصود الحجر، لأن مقصود الحجر منعه من التصرف، فما ينفعش يعاند هذا المنع ويتصرف. واضح؟ وخرج بقيد المفوت، مش بيقول لك هنا فوق، إن كان مفوتا لشيء من أعيان ماله. كلمة مفوتا دي بقيد المفوت خرج منها إيه؟ إجازته لفعل مورثه. يعني ممكن يجيز مورثه أولاده مثلا في بعض التصرفات، مش في أعيان ماله، تصرفاته مهمة. واضح؟ وبقولنا في الحياة، ما هو قال لك مفوتا لشيء من عيان مالي في الحياة، ليه قلنا في الحياة؟ عشان نخرج ما يتعلق بما بعد الموت، وهو التدبير والوصية، يصح منه الوصية، بس الوصية دي متعلقة لما بعد الموت، أنا مش حاجر عليه في الوصية اللي هي ما بعد الموت، مش حاجر على تصرفاته فيما بعد حياته، إن هو مثلا يوعد عبد من عبيده يقول له أنت حر دبر موتي، اسمه تدبير لو ان يعني يفعل ذلك، لكن ما يحرروش الوقت، يعتقوا الوقت في حال الحياه لا. واضح؟ وقال كمان فوق من اعيان مالي في الحياه بالانشاء ابتداء، وبقيد الانشاء خرجنا الاقرار، فلو اقر لان الاقرار بيقر بشيء قديم، انما الانشاء ده بيعمل حاجه جديده، احنا نمنع الانشاء الجديد لكن ما نمنعش الاقرار القديم. واضح؟ فلو اقر بعين او بدين وجب قبل الحجر في حق الغرماء. اقر، جاء واحد تاني جديد خالص غير الغرماء اللي احنا نعرفهم، قال انا عايز منك 50,000 جنيه، انت فاكر مش كنت خدت مني بضاعة من سنة وقلت لي تجيبها وانا صبرت عليك؟ يوم الثاني يقر، أقره، قلت لهم فعلا الراجل ده ليه 50,000 جنيه علي، أنا كنت ناسي، يدخل مع الغرم، يروح داخل مع الغرم، ناخد بإقرار. واضح؟ طالما الحكاية التصرف ده كان قبل الحجر،
لكن افرض ان التاني ده اداني بضاعه ب50,000 جنيه وانا محجور عليا، وجاي لي وهو عارف ان انا محجور عليا وجاي طالبني، القاضي ما يحطوش تحت الغرامه. ليه؟ لانه مقصر. انت شايف انه مفلس، تبيع له؟ انت اللي مقصر بقى، تصرف، انت اللي بترمي مالك. واضح؟ انما القاضي يقف جنب الغريم اللي تعامل معه قبل ان يحجر عليه، لانه مش مقصر، ما يعرفش انه مفلس. فهمتني بقى ازاي؟ احنا مالنا بالثلث، احنا مالناش بالثلث هنا، الثلث ده للمريض. المفلس على كل ماله محجور، مش الثلث خالص، على كل ماله لحد ما يخلص الغرمه. واضح؟ ده المريض التاني حاجه تانية. فهنا بيقول ايه؟ وبقيد الانشاء، لما قال ايه؟ بالانشاء ابتداء، قال فوق كده بالانشاء ابتداء، خرج بكلمة الإنشاء الإقرار. فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحجر في حق الغرماء، وجب قبل الحجر في حق الغرماء، وكذا إن قال عن جناية ولو بعد الحجر، فيزاحمه المجني عليه. يقول لهم فعلا أنا كنت خبطت عربية الرجل ده قبل ما القاضي يحجر عليا، والعربية بتاعته اتكلفت بسبب الحادثة دي اللي أنا غلطان فيها 20,000 جنيه تصليح، وده عليا ال 20,000 جنيه، أقر بالجناية دي وقبل الحج خلاص، يزاحم الغرمة، يجي الراجل بتاع حادثة العربية ده يروح واقف جنب الغرمة ياخد ال 20,000، لأن كانت الحادثة دي قبل الإيه؟ ولو بعد الحجر. الجناية سواء قبل الحجر أو بعد الحجر، لأن التاني المجني عليه ده معذور، المجني عليه معذور، انما في المعامله لو قبل الحجر تنفع، لو بعد الحجر هو مقصر ما سالش عليه. كان يسال التجار يقولوا له فلان مفلس، تتعامل معاه ازاي؟ فهمت؟ يبقى وكذا ان قال عن جنايه ولو بعد الحجر في الجنايه، فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيره، لانه ده مجني عليه، بخلاف دين المعامله. إن أسند وجوبه لما بعد الحجر فلا يقبل في حقهم لتقصير المعامل له حينئذ. واضح؟ وكذا إن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها تنزيلا له على أقل الدرجات، وهو دين المعاملة. يعني أي بقى قيد تاني متعلق بحقوق الآخرين في غير المعاملات، أي حاجة تانية، يبقى ننزله تبع المعاملات، كأمانة مثلا، وضع عنده أمانة، وديعة، أي حاجة من التصرف تنزلها بالمعاملات. ومثل ما لو لم يقيده بكونه قبل الحجر، وبرضه ما يعرفش هل المسألة دي كانت قبل الحجر عليه ولا بعد الحجر، مش عارف، مش فاكر التاريخ. نقوم ننزله إنه هو إيه؟ أقل حاجة يبقى بعد الحجر، علشان نريح الراجل، نقلل المشاكل بتاعته. لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. الأصل بقى في كل حادث مش عارفين زمنه نقدره بأقرب زمن، وأقرب زمن إنه محجور عليه دلوقتي. يبقى تصرفاته اللي أنت مش عارف تاريخها نعتبرها بعد الحج. لو عارف تاريخها معلش. واضح؟ ليه؟ لأن الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. فهمت بقى ازاي القاضي بيعرف يفكر؟ وبقيد الابتداء، لما قال ايه؟ ان كان مفوتا لشيء من اعيان ماله في الحياة بالانشاء ابتداء. كلمة ابتداء دي بقى رد المبيع الذي اشتراه قبل الحج ثم اطلع على عيب فيه بعد الحج، وكانت الغبطة في الرد، يستثنى، لان ده مش هيبتدي، ده انا اشتريت السيارة دي منك النهاردة أو الأسبوع اللي فات، واتحكم عليا بالحجر النهاردة، وأنا متفق معاك إن لو لقيت فيها عيب في خلال شهر هردها لك، فلقيت فيها العيب النهاردة وأنا محجور عليا، لكن أنا شاريها منك قبل الحجر، ليه إن أنا أردها بالعيب؟ واضح؟ سهل الحكاية؟
ويستثنى من تصرفه، بس بشرط ان تكون الغبطة في الرد، يعني المصلحة لي في الرد. لكن افرض ان السيارات غليت قوي، حتى لو بها عيب لكن تمنها اعلى من اللي دفعته، يبقى ما يردهاش بقى. ده احنا بندور على مال نزود مالك عشان نسدد العالم دي، نردها ازاي؟ اقعد بقى، نقول له تلهي، فهمت؟ اذا كان، لكن امتى نقول له ردها بالعيب؟ لو كانت الغبطة في حقه، يعني هيبقى فيها مصلحة ليه، فهمت؟ ويستثنى من تصرفه في اعيان ماله ما لو دفع له الحاكم مالا لنفقته ونفقت عياله. الحاكم حجر عليه ما تستربش في اموالك، والحين ما نسدد للغرماء هندي لك 1000 جنيه كل شهر تنفق على اولادك اكل وشرب، كويس؟ فما يتدخلش الحاكم بقى في ال1000 جنيه دي، يتصرف يجيب بيها قد ايه لحمه وقد ايه خضار وقد ايه هدوم، ملوش دعوه الحاكم بقى، ياخد ال1000 جنيه دي ان شاء الله يشرب بيها دخان، ملوش دعوه الحاكم. واضح؟ ويستثنى من تصرفه في اعيان ماله ما لو دفع له الحاكم مالا لنفقته ونفقه عياله فاشترى به شيئا من النفقه، فانه يصح جزما فيما يظهر كما قاله الازرعي. وتصرفه في النكاح، في نكاح يصح برضه تصرفه في النكاح، هو مفلس صحيح بس ممكن يتجوز والمهر في ذمته وهي موافقه للزوجه الجديده، مش حاجه هي حر، لكن يتجوز ويديها المهر من ماله اللي في ايده دلوقتي، لا يفتح له. واضح؟ بأن يتزوج بمهر في ذمته أو تمشي. وقوله مثلا أي واستيفاؤه القصاص وإسقاطه القود ولو مجانا، كل دي تصرفات تنفع. استيفاء القصاص يعني كان في قصاص وكان المفروض انه ياخد دية من الناس اللي جانوا عليه، ياخد يجمع هذا ياخد يتصرف. وإسقاطه القود، كويس؟ ويجوز انه كمان انه كان المفروض ياخد دية او قرش مقدر بسبب ايذاء وقع عليه من انسان، فيقوم يقول له ايه انا سامحتك مش عايز حاجة منك، فاسقط عنه القول، يجوز، فهم؟ يعفو عنه. ولو مجانا واستلحاقه النسب، ويقول الواد ده فعلا ابني، تيجي له واحدة ست متجوزها وكان مسافر سنين وجات قالت له الواد ده ابنك، يقول ابني، خلاص استلحاقه النسب ينفع. ونفيه باللعان، وممكن كمان يقول لا مش ابني، تقول له ده ابنك والورق اهو والعقد اهو والشهود اهو، لا مش ابني، انا سايبك بقالي 4 سنين والواد عمره 3 سنين بس، فيبقى ابني منين؟ فهمت؟ تقوم ترفع قضية، يقوم ينفى النسب باللعان، يقوم يحلف 4 ايمانات انه مش ابنه قدام القاضي، وهي تحلف والقاضي ما ينسبش باللعان، خلاص. وقوله او طلاق، برضو لو طلق يصح طلاق سواء تضرر بتركه ام لا، سيما ان وجب عليه. وتصرفه في نكاح مثلا او طلاق او خلع صحيح. وقوله او طلاق سواء تضرر بتركه ام لا، تضرر بتركه يعني الطلاق ام لا، سيما ان وجب عليه، وجب عليه الطلاق بحكم القاضي، القاضي قال له طلق للضرر، مراته رفعت عليه قضية، ما هو مفلس ما بيصرفش علينا يا سيادة القاضي بقاله سنة، سايبنا بنشحت من الجيران، فامتنع عن النفقة، يقوم يطلع عليه القاضي، أو القاضي يقول له طلق فيصح طلاق. دي يبقى هنا وجب عليه يعني بأمر القاضي أو بأمر الشرع أو سن له أو استحب له، لقى نفسه عاجز عن النفقة والقيام بحقوق الزوجية، يوم يستحب ليه انه يطلق بقى عشان يتخفف، يبقى يستحب ليه ما يفضلش رابطها معاه ومخيب املها، لا عارف ينفق عليها ولا سايبها تتجوز غيره وتشوف مصلحتها. وقوله او خلع، اي ولو بدون مهر المثل، لان لو الطلاق مجانا
طب الأولى أن يخالع بدون مهر المثل كأن يخالع زوجته على دينار، سواء كان من مال زوجته الغير المحجور عليها أم من مال غيرها، لأن العوض عائد إليه، لكن يتعدى الحجر إليه كسائر ما دخل في ملكه بعفو عن القود أو وصية أو نحوها. يعني لو خلع زوجته مجانا يصح، لو خالع على مال والمال دخل في إيده دخل في الحجر، لو استوفى قصاص أو قود ودخل في ماله دخل في الحجر، أي حاجة يقبضها تدخل في الحجر. واضح؟ لكن يتعدى الحجر إليه كسائر ما دخل في ملكه بعفو عن القود أو وصية أو نحوه. وقول صحيح أي لأنه لا يتعلق بشيء من أعيان ماله اللي هو تحت إيده، دي حاجة داخلة مش حاجة خارجة، يبقى الحجر متعلق في الخارج مش في الداخل. واضح؟ الخارج من تحت إيده مش اللي داخل في ذمته. وأما المرأة المفلسة نقف عندها، لحسن أنتوا كده شكلكوا تعب مني، تعبتوا؟ أصل تفاصيل كتير. ها؟ نكملها المرة الجاية. ما أصل الصفحة اللي جاية دي قد اللي قعدناه. يعني خلصوا 10:30. ممكن نخلصها بس بلكلكة. خليها بقى المرة الجاية عشان ما إيه؟ عشان تفهم أحسن. هتنعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يبقى إحنا واقفين على المرأة المفلسة. اللي هي المفلسة. خلصنا الرجل المفلس، ناقص المرأة المفلسة ان شاء الله المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. وجزاكم الله خيرا.